تعود مدينة بورسيبا الأثرية إلى الفترة السومرية. أول ذكر إلها ذكرها العاهل السومري الأورنمو بالنسبة لفترة أورنمو بحدود 2050 قبل الميلاد. ذكر أنه قام بترميم وصيانة معبد الإله نابو، معبد الإيزيدا المكرس لعبادة الإله نابو. طبعا المدينة بالأصل اسمها تسمى أو تترجم إلى سيف البحر أو قرن البحر، باعتبارها هذه المدينة كانت على حافة بحيرة أو حافة يعني مستنقع. المهم أنه هذا المكان كان للجانب الشمالي والجانب الغربي، تقريبا أكثر هذا المكان الجانب الشمالي والجانب الغربي مغمور بالماء.